هي انت وانت بتعمل المسلسل بتجهزه ما حسيتش قلت مثلا ده مش موضوع لرمضان؟ بس احنا دايما كده عندنا مواضيع معينه هي دي اللي بتتقدم في رمضان، ده ممكن يتقدم اوف سيزون، ده ممكن يتقدم منصات مثلا يبقى اكتر. انت بصيت لي بصك حسيت ان انت كنت بتفكر يمكن التفكير ده. لا والله لا لا انا مش مع التفكير ده، انا ما بحبش طريقه التفكير ده اللي هو بص ده مسلسل رمضاني ده منصات. بس اكيد بتسمعها. بسمعها بس مدرك تماما انه مش صح، وعارف انه كل النظريات اللي بتتقال حوالين الموضوع ده مش صحيحة، وانه انا عندي الخلطة. لا 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 محدش يعرف، المشاهد احترمه، قدم له مادة حقيقية، التزم بالعقد اللي بينك وبينه. هتقدم له ايه من اول لحظة؟ انا هقدم لك كذا والتزم بالعقد اللي بينك وبينه، هيحترمك. طالما انت محترمه هيحترمك لاخر لحظه. ايه العقد اللي بين اياد نصار والمشاهدين؟ عمل محترم، مش مؤذي، مش مستفز، احترم المشاهد واخلص. العقد اللي بيني وبين المشاهد ان انا اكون مخلص في شغلي، ده العقد اللي بيني وبينه. مش هيشوفني في مره مش مخلص في شغل. هي دي الحقيقة من بداية الجماعة. لو هنتكلم عن مسلسلات، لا أفراح الأبة، لا هذا المساء، انت نجاحاتك كلها برضو كانت في رمضان. الحمد لله. فرمضان السنة دي مختلف شوية نجاحه عن السنين اللي فاتت برضو؟ لا الحمد لله، يعني الحمد لله. بص ده فضل من ربنا، انه انا لما يتقال مثلا في آخر سنين إيه المشاريع اللي لأنه مش دايماً تقدر تقدم علامات، يعني أوقات بتقدم عمل جيد بس مش علامة. لما يتقال إيه العلامات اللي موجودة في الدراما بيتقال أسماء كتيرة منها، منها على الأقل ثلاث أربع أعمال أنا فيهم. يعني لو هنقول ليتلي، مش هقول أسماء بس يعني الحمد لله أنه ودي ما أعتقدش موضوع سهل بالنسبة للممثل، يعني انه يقدر يحقق ده. فده فضل من ربنا، وبحاول على قد ما اقدر اكون مخلص دايما. يمكن اقدم السنه الجايه مشروع كويس وممكن ينجح اكتر وممكن ما ينجحش، يعني بس على الاقل اللي اقدر احافظ عليه انه افضل في عمل محترم مش تافه.